هذا بقى انا عاوز الساده المشاهدين يركزوا شويه في حكايه الصمامات دي، وهيركزوا وهنوريهم بعض الصور كده بتوضح. احنا القلب زي ما احنا عارفين عمال ينقبض وينبسط ويشتغل ليل ونهار دون توقف ودون راحه ودون كلل ودون ملل. لو قلنا ان القلب بيضرب 60 مره في الدقيقه، وده اقل حاجه، يعني مره كل ثانيه، معنى كده انه يضرب 3600 ضربه في الساعه الواحده. معنى كده انه بيوصل ل 9000 ضربه في اليوم الواحد. معنى كده انه بيوصل ل 2.5-3 مليون مره في الشهر الواحد. معنى كده ان القلب ده بينقبض وينبسط من 30-35 مليون مره في السنه الواحده. نشوف الصوره الاولانيه علشان نشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى. القلب اللي عمال يشتغل ويدق 35 مليون مرة في السنة الواحدة من عمر الإنسان. ده إذا افترضنا إن إحنا بيدق ب60 ضربة في الدقيقة وخلاص. في عندنا فوق أذينين اتنين، وعندنا تحت بطينين اتنين، وبين الأذين كل أذين والبطين بتاعه صمام. الصمام ده بيفتح ويقفل والقلب عمال يدق كده 35 مليون مرة في السنة الواحدة. ديت شفنا قد ايه العدد بتاعها. دكتور انا لاحظت حاجة، يعني حاجات بتعمل كده وحاجات بتفتح. طبعا. والعكس. انا هقول لحاجة، الدم الطبيعي بينزل من الاذينين الى البطينين، ومن البطينين الى الشريانين الرئيسيين. واحد يودي الشريان على الرئة، واحد يودي الشريان يودي للجسم كله. ايه البوابات اللي بتحرص مرور الدم من الاذين للبطين؟ الصمام. تمام. يبقى صمامات القلب اربعه. صمامين اتنين يحرصوا سريان الدم من الاذينين للبطينين. تمام. وصمامين اتنين يسمحوا بمرور الدم من البطينين الى الشرايين الرئيسيه. يبقى ايه فايدة الصمامات؟ الصمامات تنظم سريان الدم داخل غرف القلب من اذينين لبطينين الى شرايين. تمام. وتسمح بمرورها في اتجاه واحد، وتسمح بمرورها بمعدل معين وثابت ولا يتغير. تمام. هنشوف الصورة اللي جاية. تمام. عشان نشوف مع بعض. تمام. الصمام صمامين اتنين زي اللي حضرتك شفتي بقى، صمامين اتنين يفتحوا في وقت واحد وبعدين يقفلوا. الصمامين التانيين يفتحوا ويخرجوا الدم وبعدين يقفلوا وهكذا. دورة انقباض الأذينين وانقباض البطنين علشان الدم يتحرك زي ما حضراتكم شايفين مع الأسهم، اللون اللي على اليسار الشاشة باللون الأزرق ده الجانب الأيمن من القلب، السهم الأول ده من الأذين الأيمن للبطين الأيمن، وبينهم صمام ثلاثي. وبعدين السهم اللي طلع على فوق من الأزرق ده من البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي، والسهم طالع على فوق. لو اتجهنا للون الأحمر اللي على يمين الشاشة، في سهم فوق الصمام المترالي بيحكم سريان الدم من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر، وفي الجانب الأحمر برضو السهم اللي طالع لفوق في صمام أورطة بيحكم سريان الدم من البطين الايسر الى الشريان الرئوي الى الشريان الاورطه علشان يوزعوا على الجسم كله. يبقى الصمامات بتعمل ايه؟ هي بتحكم سريان الدم في اتجاه واحد وبمعدل ثابت. تمام. لا تسمح بعوده الدم في الاتجاه العكسي، ولا تغير الصمامات الطبيعيه معدل سريان الدم من خلالها. يبقى وعندنا صمامين يفتحوا التانيين يكونوا قافلين، الصمامين دول يقفلوا التانيين يفتحوا، يبقى بالزبط. كل اتنين فاتحين واتنين قافلين في وقت عكس بعض. القصه دي كلها الدم يتحرك بين اربع غرف وشريانين واربع صمامات تقفل وتفتح، دي اسمها دوره واحده تحصل كل ثانيه. كل ده كل ثانيه. يبقى انا لما بقول نبضات القلب اللي بتوصل ل 35 مليون مره في السنه، يعني ده رقم رهيب جدا، معناها ان حركة الصمامات دي والبوابات دي تفتح وتقفل بهذا التوازن وهذه الدقة، وتسمح بمرور الدم في اتجاه واحد ودون الاتجاه الاخر دون اي خلل ولو لجزء من الفمتوسامية.
ثانية. آه. فيعني حاجة سبحان الخالق في عمل الصمامات. طيب في عمل القلب. في جالنا كمان أسئلة كتير جدا في الموضوع ده. حد يقول لك من خلال طبعا الهواء أنا بحس قلبي بيدق دقة عالية جدا كأني بسمعه. ساعتها بقى الصمامات بتشتغل إزاي؟ دي بتبقى هنيجي ليها في حلقة أخرى. ديت كهربة القلب بقى. دي جهاز كهربة القلب. هنشوف الصورة اللي جاية علشان نشوف سمك الصمامات دي ايه يا مدام داليا اللي بيفتحوا ويقفلوا يفتحوا ويقفلوا تحت ضغط عالي. 35 مليون مرة في السنة الواحدة. وشوف بقى الانسان هيعيش كام زي ما حضرتك شايفاها كده اللي هي باللون الابيض والقلب عمال ينقبض وينبسط بالشكل ده. سمك هذه الصمامات التي تتعرض لهذا الضغط وتفتح عشان تعدي الدم من اتجاه لاتجاه تاني وتمنع رجوعه للناحية التانية. السمك بتاعها سمك الورقة بتاعتنا دي. طب يعني دي بتقفل وتفتح كده 24 ساعة. يعني في السنة الواحدة 35 مليون مرة. في 10 سنين 350 مليون مرة. في 20 سنة يبقى كام؟ وهي سمكها كده لا تغيرت ولا تشحمت ولا صنفرت ولا تزيتت ولا شحمت ولا حاجة خالص. ايه المادة اللي خلقت منها هذه الأغشية الرقيقة الدقيقة لكي تعمل بهذه الكفاءة وهذه الكيفية طوال هذه السنين دون خلل؟ لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. يعني مفيش. ربنا سبحانه وتعالى صدق: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بالظبط. يبقى دي الصمامات الطبيعية. عندنا أربع صمامات والأربع صمامات عمالين يشتغلوا بيسمحوا بمرور الدم. اتنين يفتحوا ويكونوا الاتنين التانيين قافلين ويتبادلوا مع بعض. الحركة دي بتحصل كل الحركة دي بتحصل مرة في الثانية. لو ضربات القلب 60 ضربة في الدقيقة بتحصل كل نص ثانية. لو قلنا أن ضربات القلب 120 ضربة في الدقيقة أثناء المجهود كل نص ثانية تحصل كل الحركة دي. فسبحان الله. طيب هل الصمامات دي تشز عن العمل بتاعها ونقول ان حصل مرض في الصمام؟ لو طبعا. حصل ايه؟ المفروض شفنا الاسهم وشفنا الدم ماشي في اتجاه واحد. لو الصمام ده خلى الدم ينزل كده بس يرجع في الاتجاه العكسي غير الاسهم اللي احنا كنا مورينها في الصورة يبقى حصل خلل في وظيفة هذا الصمام ونسميه ارتجاع في الصمام. بالظبط. يبقى لما نقول ان مريض عنده ارتجاع في الصمام يعني ايه؟ يعني بدل ما الدم يمشي في اتجاه واحد لا بدا يمشي في اتجاهين. طيب احنا قلنا ان هو الصمام بيفتح بكيفية معينة وبطريقة معينة وباتجاه معين بحيث يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد بمعدل معين. طيب لو جاء الدم جاي يعدي لا الصمام ده مش فاتح البوابة دي مش فاتحة كويس والدم ده مش عارف يعدي بالقدر الكافي وبالمعدل المطلوب لحالة الجسم يبقى الصمام ده ضيق. ضيق في الصمام. ضيق في الصمام. بالظبط. يبقى نقول ضيق في الصمام يعني ايه؟ يعني معدل سريان الدم خلال الصمام من مكان للآخر أقل من المتوقع. ارتجاع في الصمام يعني ايه؟ يعني مرور الدم عبر الصمام في اتجاه عكسي غير اللي هو العادي بتاعه. يبقى ممكن الصمام يصاب بضيق، ممكن يصاب بارتجاع، ممكن الصمام الواحد يصاب بضيق وارتجاع، ممكن اكتر من صمام يصابوا في نفس الوقت، ممكن الإصابة تبقى حاجة خلقية الطفل مولود بيها، ممكن السبب المشهور جدا 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 اللي هي آثار الحمى الروماتيزمية اللي بتعمل روماتيزم في القلب وبتعمل روماتيزم في الصمامات وبتأثر على الصمامات بالضيق أو الارتجاع أو الاثنين في صمام أو أكثر نتيجة إهمال علاج الميكروب السبحي وتكرار إصابة اللوزتين والحلقة. جميل.